أما في ألمانيا فهناك مخاوف لدى اللاجئين من صعود اليمين بعد صدور نتائج الانتخابات المحلية في ولايتين ألمانيتين، لدرجة أوصلت بعض اللاجئين أن يحسموا أمتعتهم تأهبا لمغادرة الولايتين. في ولاية ساكسونيا الألمانية وبعد حدوث اعتداءات ممنهجة ضد اللاجئين حسب ما نقلت صحيفة دويتشه فيلي الألمانية، حقق حزب البديل اليميني انتصارا في الانتخابات المحلية في الولاية بنسبة ارتفاع تجاوزت 17% مقارنة بالانتخابات المحلية الماضية. معنا عبر سكايب عبد الرحمن العباسي، عضو مجلس مدينة الحزب أو لحزب الخضر من ألمانيا. أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. هل هناك فعلا تخوف يعيشه اللاجئون في ساكسونيا وبراندنبورغ؟ التخوف موجود، بس التخوف يعني موجود أوريدي كان بهالولايات، يعني هلا هو مو تخوف جديد، وإنما السنوات الأخيرة أظهرت الصراحة وجود نوع من العنف اليميني المتطرف في ألمانيا الشرقية، يعني ظهور حركات مثل بيجيدا، وكانت موجودة بقوة في ولاية ساكسن، ويعني مو شيء جديد على الناس إنه بألمانيا الشرقية اليمين أو الحركات اليمينية موجودة بقوة. يمكن هلأ مع نتائج الانتخابات اللي صار الناس، يعني خلينا نقول انه خوفهم صار مؤكد انه فعلا موجودين بقوه، مو بس مجرد حركات. اذا هو ليس جديد، التواصل الاجتماعي ليس جديد وانما متجدد ومتكرر، يعني بكل فتره بيصير في انتخابات بيصير نفس هذا التخوف. طب ما الذي يمكن، مو بكل مره بصير انتخابات، لانه ب 2014 يعني الانتخابات المحليه في ساكسن وبراندنبورغ اخر مره كانت 2014، يعني 2014 كانت نسبة الـ AfD أكيد مو مثل هلأ، لأنه الـ AfD طلع صوته، والـ AfD هو صراحة يعني عم يستمد قوته من موضوع اللاجئين، والموضوع اللاجئين كان موجود بقوي بسنة 2015 و2016، لذلك نتائج انتخابات مشان هيك كمان مختلفة بشكل كبير. طيب شو اللي ممكن يواجه اللاجئين في حال استمرار صعود اليمين بالانتخابات؟ يعني هلأ حالياً لساتهم مش متواجدين بمكان أو متواجدين كأقوى حزب بالولاية، خلينا نقول لذلك الأحزاب تشكيل الحكومة مش بإيدهم، يعني لذلك لسه الأحزاب الثانية مثل حزب CDU والحزب المسيحي CDU في ولايات ساكسن وبراندنبورغ، أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD أو الخضر، عم بيحاولوا حاليا موجودين بمفاوضات مع بعض لحتى يحاولوا يشكلوا حكومة وما يكون الـ AfD إلى أي دور في أي حكومة حالية بساكسن أو ببراندنبورغ. لذلك لهلا مو واضح، أو يعني وجود الـ AfD بالحكومة غير وارد. يعني مبرر هذا التخوف بهذا الوقت للاجئين؟ طبعا، يعني طبعا كل إنسان محطوط بهيك ظرف صعب أكيد يعني حقه بالأخير يخاف، بس أنا شايف إنه الواحد لازم يستنى شوي. يعني أنا مالي شايف إنه الـ AfD راح تدخل بالحكومة لا بساكسن ولا براندنبورغ، لذلك فينا نقول منه من هون لخمس سنين الـ AfD ما راح تشارك في صناعة القرار بهالولايات، فهذا الشيء بالنسبة لي طبعا بشكل من الأشكال مطمئن، بس أنا أكيد بتفهم خوف الناس من هالموضوع. يعني أستاذ عبد الرحمن، حضرتك عضو مجلس مدينة لحزب الخضر، يعني شو عم بيقولوا الألمان عن هالإشاعات؟ هل عندهم وجهة نظر؟ هل عم بيطمنوا السوريين؟ الصراحة هن يعني شايف أن الخوف عند الألمان لسه يعني أكبر من الخوف عند السوريين، لأنه الموضوع كتير كبير، يعني الموضوع بيذكرهم بأمور عاشوها من فترة زمان طويلة. يعني الحزب النازي الألماني
بهذاك الوقت لما تم تأسيسه كان أيضا بهالمناطق متواجد يعني كمان بشكل جيد. لذلك كان بالنسبة لهم كمان الخوف كتير كبير. ما فينا لازم كمان نذكر شغلة إنه يعني صح نسبته عالية الحزب، بس هو شيء هن أوريدي الناس بألمانيا بظن متوقعينه. لذلك عم بيتم النقاش بظن بشكل كتير كبير على التركيز إن كيف فينا نحن نحاول دائما بشكل مستمر نحاول نظهر للناس أو الغير ناخبين، لأنه لهلأ نحن يعني الناس اللي عم شاركوا بالانتخابات هون ما عم تتعدى نسبتهم 70% حتى، يعني ما عم وصلوا ل 70%. لذلك عم بيتم دائما التطوير على أو التأكيد على أنه هالناس اللي غير الناخبين لازم يعرفوا حقيقة هيك حزب لحتى يشاركوا ضد هيك أحزاب عنصرية بالانتخابات. جميل. هلأ نحن أغلب الضيوف اللي بيطلعوا معنا مثل حضرتك بيطمئنوا السوريين أنه هذا البلد بلد قوانين ومؤسسات. هل فعلا إذا تعرض أي شخص سوري أو غير سوري أو مهاجر عربي أو مثل ما ذكرت حتى ألمان في عندهم تخوف، إذا تعرض لأي انتهاك لمين بيلجأ؟ شو أول شيء لازم يعمله؟ في طبعا الطريق الواضح أنه الواحد يروح عند الشرطة يكون معه أدلة عن الانتهاك اللي صار يقدمه للشرطة. أنا من هذا الطريق بنصح فيه. أنا بنصح كمان إنه في منظمات موجودة مثلا في ولاية زاكسن، مثل في منظمة اسمها سابورت. هاي المنظمة بتعني بالأشخاص اللي عم تعرضوا بشكل خاص لانتهاكات ويعني يمكن حالات اعتداء من جماعات يمينية، خاصة من الجماعات اليمينية. هاي المنظمات بتقدم لهم يعني بتقدم لهم النصائح كيف يكملوا بالموضوع، كيف يكملوا بالقضية. وطبعا أهم شيء بالنسبة لي إنه الواحد يروح على الإعلام، هذا الشيء كتير كتير مهم. نعم. أستاذ عبد الرحمن العباسي، عضو مجلس مدينة غوتنغن لحزب الخضر من ألمانيا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا كتير. إلى موضوعنا الآخر، أعلن مشفى باب الهوى في ريف إدلب تعليق جميع أنشطته بسبب تعرض الطبيب عثمان الحسن لاعتداء من قبل مسلحين على حاجز تابع لهيئة تحرير الشام. نتابع هذا التقرير. عفواً، لا يوجد تقرير. نعم، وأسعف الطبيب إلى المشفى للأسف ذاته إثر تعرضه لحادث سير بعد مطاردته من قبل عناصر الجيش وإطلاق النار عليه، بالإضافة إلى يعني خطف الطبيب من داخل غرف العمليات قبل أن يتم علاجه وإعادته بعدها. نعم، مما دفع مديرية صحة إدلب ومستشفيات ومراكز صحية لإعلان استنكارهم للحادثة، كما علق مشفى حريتان عمله أيضا لحين محاسبة المسؤولين عن الحادثة والتعهد بعدم التعرض للمراكز الطبية وكوادرها. نبقى مع أهالي إدلب ونذهب معكم إلى بعض القرى التي استطاع أهلها العودة ليحزموا ما بقي من أثاث منازلهم وما يستطيعون حمله ليكملوا رحلة النزوح. نشاهد معا. ينتظر سكان القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي أي هدوء يساعدهم على التحرك داخل أحيائهم، يلتقطون أنفاسهم ويلملمون ما يساعدهم على إكمال الحياة مع نزوح يرافق أيامهم كظلها. والله استغلينا الوضع الكامل نهار كونه صار هدني ووقف أطلاق نار، يعني بدنا نرحل ما تبقى من غراب بيتنا، يعني كونه بيوت شوفت عينك، البيوت كلها انهدت، بس هل ما تبقى يعني الباقي ما ناخذها معنا وعلى الله. بعد إعلان وقف إطلاق النار من جانب روسيا والنظام، أسرع الأهالي بالعودة إلى قراهم لتحميل ما بقي لهم فيها وما بقي من أثاث بيوتهم التي طالها القصف، على الرغم من خروقات النظام وتعرضهم لقذائفه خلال رحلتهم. سمعنا أنه في وقف لإطلاق النار أو هدنة، استغلينا هالفرصة وجينا لحتى نشيل تيره الأغراض اللي نشيلين من تحت الدمار ومن تحت القصف. بس لحد الآن يعني القصف لا توقف، وعلى أساس فيه هدني لا فيه هدني، يعني هالموضوع كله كذب في كذب. علي حاج أحمد لا يجد هدنة إلا بالاسم فقط، لذا من يستطيع أن ينجو بنفسه لا يعود إلى ريف إدلب أبدا. ليست هناك هدنة إلا في الاسم فقط. تحت المخاطرة سحبوا أغراضهم وأمتعتهم وتوجهوا بالشمال باتجاه النزوح.
أينما حل اللاجئون السوريون يبرزون قدرتهم على التأقلم مع الحياة الجديدة ويخطون دروب نجاحاتهم بأيديهم. تقريرنا الآتي عن الحلويات السورية في مدينة برلين وتحديدا شارع العرب التي تخفف حلاوتها من أمرار اللجوء والاغتراب. يمتاز اللاجئون السوريون بقدرتهم على التأقلم وبناء حياة جديدة أينما حلوا هنا في العاصمة الألمانية. وأنت تتجول فيما يعرف بشارع العرب ستجذبك رائحة المخبوزات والشعبيات التي اشتهرت فيها مدينة إدلب. نحن كان عندنا محل بسوريا بمحل كمان بإدلب اسمه نفس الاسم، وجينا لهون صاحبين المحل جينا لهون فتحنا المحل، ونحن حاليا مختصين بشعبيات إدلب بالإضافة للبقلاوات العربية، وفي عندنا كمان حلاوة الجبن والشغلات السورية المشهورة بسوريا يعني. وحبينا نفتح المحل هون مشان نذكر العالم بسوريا وبأكلات سوريا الأصلية. أول ما فتحنا المحل لقينا شوية صعوبات بالنسبة للمواد الأولية مثل فستق الحلبة، السمنة العربية أو السمنة الحيوانية، فلقينا شوية صعوبات بالبداية، بس حاليا هلا لقينا مصادر ثابتة والحمد لله الأمور كلها تمام بألمانيا، وصار عندنا زباين عرب وصار عندنا زباين ألمان. حلويات اعتاد السوريون تناولها في بلادهم، لكنهم اليوم يجدونها في منافيهم الجبرية المختلفة. حتى الألمان هنا في برلين أصبحوا من رواد محلات الحلوى العربية وتحديدا السورية. أتي لهذا المحل أسبوعيا لأشتري الحلويات العربية، إنها لذيذة جدا، وأيضا أذهب لمحلات الحلويات الأخرى، لكن لا يمكن مقارنة حلويات هذا المحل بالحلويات التي تقدم في مكان آخر. بجي لهون باكل شعبيات، فهذا الشيء بذكرني كثير بمحلات اللي بسوريا، مثلا بالضيعة المدينة اللي أنا ساكن فيها في كثير محلات حلو، وبجي هون بشكل متكرر عشار العرب. يحمل السوريون عاداتهم ومأكولاتهم وحلوياتهم أينما ذهبوا، شعبيات حلاوة جبن مبرومة وبلورية وغيرها، لا تقتصر متعتها على لذة نكهتها، لكن ربما تخفف حلاوتها مرار اللجوء والاغتراب. مشاهدينا فاصل ومكملين.